هذه تلفزيون اليوم السابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. معكم حمدي عبد العظيم، مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة الشرقية. النهاردة بننقل لكم بث مباشر عن سيدة نقدر نقول انها يعني ايه بمئة راجل. هذه السيدة رغم انها ما زالت في مقتبل العمر الا انها يعني اختارت طريق مش هنقول صعب، لكن طريق بتحبه جدا على حسب رواياتها ليا وكلامها معايا، وانها تعشق ان تكون شيء مبدع في المجتمع. الحمد لله. معانا النهارده يعني يمكن اول جزاره في محافظه الشرقيه في مدينه الزقازيق، بتذبح وبتقطع اللحوم وبتقف في المحل وبتبيع، وكمان بدات تعرف بيكي هدير عبد المنعم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. قولي لي يعني انت اخترتي ليه موضوع الجزارة يعني؟ والله هي كانت اصرار شويه وتحدي ان انا يعني اعرف يعني اخش في المجال الجزارة، ومهنه جامده يعني زي ديت مش اي حد طبعا بيخش فيها، فيعني كان اصرار مني ان انا يعني اخوض التجربه، والحمد لله شغاله فيها. الحمد لله. بقالك قد ايه شغاله في الجزارة دي؟ تقريبا 6 سنين. 6 سنوات تقريبا. قلت لي ان انت اصلا بداتي يعني في ربايه الماشيه بالظبط، يعني عندك يعني ربنا يوسع عليكم وعندكم يعني اسطبل اسمه ولا اسمه ايه؟ معلف. وبتربي الماشيه ويعني عشقتي ربايتها والتعامل معاها يعني. ان شاء الله. طيب انا عايزك بس تحكي لي ازاي انت قدرتي فعلا تمسكي السكينه وتذبحي الماشيه دي؟ هو كان الاول كانت صعبه طبعا، كانت يعني الحاجه كده، انا اصلا واحده بتخاف تمسك سكينه اصلا، يعني ما اعرف لو شفت اصلا الذبيحه وهي مذبوحه قدامي انا مش ما باكلش منها، فان انا يعني امسك سكينه واذبح دي كانت حاجه مش على البال خالص يعني. بس فكان لازم ان انا كان قلبي يجمد. انا بدات الاول بالتجاره، تاجرت في الصاحي الاول، ما حبيتش اقف على حد نقطه معينه. طب وبعدين يعني افرض الناس مش عايزه صاحي، افرض الناس عايزه تقطع لحم. فقلت لا لازم اجرب. طبعا جربت من البيت بقى، من المعلف برضو، من الاونلاين. كنت لا يعني مثلا اطلب من الناس اقول لهم احنا هنعمل يعني يوم في الاسبوع اذبح ذبيحه ووزعها. فتمام الحمد لله، الناس مشيت واستجابت وكانت كله طبعا حب الفكره وكده. بعد كده بقى الحمد لله ربنا سهلها وفتحت المحل. يعني انت عامله صفحه على الفيس عندك؟ اه طبعا. بتكتبي فيها ان انا بكره هذبح مثلا باني، هذبح عجل. بالظبط. هذبح كذا كذا. بالظبط. بيبعتوا لك رسائل او بيكلموك على الموبايل بتاعك. بيقول لك احنا محتاجين مثلا كيلو 2 كيلو 5 كيلو. الحمد لله. انت بتوصلي الاوردر او الامر اللي بيجي لك او الطلب اللي بيجي لك لحد البيت؟ لحد البيت. انت قلت لي ان ده يعني حتى جميل جدا في ايام العدوى والكورونا والحاجات دي. بالظبط. خليك يعني في البيت وانا تحت امرك. والناس حابه كده. تمام. جميل قوي. طيب كلميني، انا شفتك بتعملي حاجات هنا، همبرجر، وبتعملي حاجات جميله قوي. بالظبط. يعني فعلا لها محبيها يعني. اصل لا يعني بص يعني المفروض ان مش الاطفال الصغيره بتاكل كل حاجه، فانت عشان ترضي هنا وهنا يعني مش كل الاطفال بتحب تاكل لحمه، فانا لا ده في برجر موجود عشان خاطر، وحاجه مضمونه يعني، حاجه لحم بلدي صافي، لا عليه اضافات ولا اي حاجه، انت بتدخل بيتك حاجه مضمونه، في سجق بلدي مضمون برده، في كفته حياتي، الحاجات اللي هي الحاجات الجاهزه انت تاخدها تحتها. قولي لي بتعملي ايه يعني؟ تصنيعها يعني؟ اللي بتصنعي ايه؟ هي اللحمه وبتتبل بس. بتعملي همبرجر وايه تاني؟ بعمل سجق بلدي. وبعمل كفتة حاتي، وبنعمل كفتة رز برضو، يعني الحاجات اللي انت تقدر تفرزها عندك في التلاجة في اي وقت تطلعها جاهزة على السوى على طول. وماشية معاك كويسة وطلعت عليها كويسة لله. جدا. بس ده كل بيت فيه اطفال والاطفال بتحب الحاجات دي قوي. السكينة بتاعتك فين طيب؟ السكينة بتاعتي قوي. بس تخلي بالك بس يعني. لا حلو. بتسنيها بقى كده ولا بت طيب بقى كده شوف انت هتبيع ايه ولا هتعمل ايه. تمام.
دي الحته دي بقى منين بقى؟ منين دي الكولاطه. دي اسمها ايه؟ كولاطه. شوكولاته؟ كولاطه. كولاطه. الكولاطه دي قولي مكانها بيكون فين في ال؟ دي فوق بيت الكلو على طول بعد الصدفه. فوق بيت الكلو. اه. طيب انا عايز اعرف احسن حاجه في اللحوم ايه؟ احسن حاجه بالنسبه لايه بالظبط؟ تاكل ايه بالظبط؟ لا انا بقول لك انا لو انا عايز اكل احسن حاجه في دي عجل ده عجل. اه احسن حاجه فيه ايه؟ لو بالنسبه للشوي هتبقى بيت كلوه، هتبقى دي بتعمل ستيك يعني في الشوي طري بياخدش سوا. نعم. في عندك العرق الفليتو ده للشوي. لو للسلق هنقول موزه، هنقول سن، هنقول لحمه من الكتف اللي سلقه والطبيخ، يعني الحاجات اللي هي يعني انا دلوقتي لو جيت وقلت لك بعد اذنك انا عايز حته كويسه اشويها، انت عارفه الشوي إيه؟ تجيب الحاجه شوي يبقى بيت كلوه، هيبقى العرق الفليتو، او بقى طبعا الضاني طبعا حاجه تانية يعني طعم يعني غير خالص. اكيد طبعا ان شاء الله. طيب كملي يعني قطعينا كمان حته ولا هي بس دي؟ معين. وبقول لك ان الجزار معلمته في ان يشيل اللحوم عن اللي هو الضلع، ضلوع الذبيحه يعني. بص الحكايه كلها نفس. الحكايه نفس. الحكايه كلها نفس. النفس ده يعني طيبه قلب ولا النفس ده عباره عن ايه؟ والله بص طالما الحاجه يعني انت بتعملها برضا نفسي كده اساسا بتطلع يعني ريحتها تبقى حاجه تانية خالص، يعني في السلق او السوى تبقى حاجه تانية خالص يعني. يعني انت الناس اللي بيجوا يشتروا منك بيحبوا عشان انت يعني نفسك كويس مثلا ولا الحمد لله بس؟ لا والله لا، التقطيعه نفسها كمان بيبقى فيها نفس، حتى الذبحه نفسها بيبقى لها نفس. وبعدين كفايه ان انا عارفه ان طلب ست البيت، كفايه ان انا عارفه طلب ست البيت، اصل انا ست زيك، فانت انا عارفه انت عايزه ايه، عايزه حته كذا، خلاص انا زبايني عرفوا يعني انا عايزه ابعتي لي النهارده انا سايبه لك، انت على مزاجك اكلين على مزاجك النهارده، فالناس كلها عارفه. يعني كده انت عامله راحه كبيره جدا لست البيت. الحمد لله. دلوقتي بتقطعيها عشان الطبيخ ده ولا عشان ايه؟ دي تقطيع سلقه او طبيخ. اه في ايه وايه؟ سلقه او طبيخ. سلقه او طبيخ. اه طيب بس. انت بقى يعني يوميا انت اللي بتذبحي ولا بتجيب الحاجه من ال؟ لا ذبح المحل ده لازم يكون في السلخانه. يعني انت بتشتري الحاجه وتوديها السلخانه؟ اه بتتذبح وتجيبها جاهزه؟ بتيجي جاهزه. اه لازم لازم عشان تتختم لازم تتذبح، تبقى ذبح سلخان. نعم. طب انت قلت لي ان انت محتاجه عايزه تعملي يعني تعملي ايه بقى لسه بقى في دماغك يعني او حابه توصلي له يعني؟ لسه عايزه اكمل طبعا، نفسي افتح مصمت، نفسي طبعا اكمل في مجال الجلود الطبيعي، يعني انا بعرف اشتغل جلد طبيعي كمان. اه تشتغلي ازاي بقى جلد طبيعي ده؟ مش عايز مدبغ وعايز حكايه كبيره، عايز مدبغ وعايز شغلانه كبيره جلد. ما انا لو ظبطت الدنيا مع المدبغ انا يعني الجلود كده كده عندي. انت عندك الجلود؟ اه. طب ولو كده كده هشتريها، ولو كده كده هشتريها يعني انا مش يعني انا يعني في حاجات كده انا عايزه اكمل فيها، عايزه اتميز فيها برضو يعني. مش ما هو انا عايزه افتح مصمت، نفسي افتح مصمت لان انا شاطره جدا في شغل المصمت. جميل. وعايزه اكمل الخطه اللي بعدها بقى ان شاء الله تبقى يعني اكمل في الجلود، يعني انا بدات فيها بعد اذنك الشنطه دي كده بدات فيها. اه هوريك اهي. دلوقتي بتصنعي جلود؟ اه اهي انا اللي عامله الشنطه دي لنفسي، دبغ وليزر وخياطه وكل حاجه انا اللي عاملاها لنفسي. يعني انت اللي عملت قمت بدبغها؟ اه وانا جلد ايه ده بقى؟ وانا اللي عامله المحفظه لنفسي. جميل قوي، تسلم ايديك. ده جلد ايه بقى؟ ده جلد بتلو، عجل صغير. عجل صغير. أوه. طب قولي لي بقى عملتي فيه ايه؟ يعني خدتيه خزنتيه ازاي ولا عملتي ايه؟ لا دوت انا شارياه جلد جاهز، جلد مدبوغ يعني جاي من الدبغ جاهز. أوه. بس مش ملون، هو بطبيعته لونه ابيض. أوه. بس مجهز للتصنيع. نعم. ماشي ف اه صبغته. قطعتيها؟ قطعتها اه. خدت يعني انت بصبغته؟ اه. واديتي له اللون ده؟ اه. وعملت الرسمه الجميله؟ هو كان لونه ابيض، كان لونه ابيض. اه كان لونه ابيض. اه.
وده حفر ليزر. اه بس وخدت المقاسات وخرمته وقطعته وكل حاجه. وانت اللي قصيت الشنطه وده كله؟ اه بالكتر. بالكتر. اه وانت اللي خيطتيها الخياطه دي؟ اه. جميل قوي. طيب ده حاجه ممتازه والله، يعني ان شاء الله ان شاء الله مستقبل باهر باذن الله. طب انت ناويه على امتى بقى تفتحي مدبغ الجلود ده، ولا هتبداي فيه ازاي يعني؟ لا مش للدرجات يعني، انا في الاول وفي الاخر جزاره. في الاول وفي الاخر جزاره، فيعني يوم ما اكمل في حاجه هكمل في مجالي، لكن الحاجات ديت بتبقى يعني ايه تفاريح كده جنب الشغل. انا ما بحبش يعني ايه اسيب ايدي فاضيه شويه يعني، انا بحب يعني اتعلم كذا حاجه، انا بحب اتعلم كذا حاجه، ما بحبش ابقى واقف على حاجه معينه. ما انت كده اتعلمت الجزاره وفتحت المحل. الحمد لله. المحل ده يعني تعبت على ما فتحتيه ولا انت فتحتيه؟ اكيد مفيش حاجه بتيجي بالسهل. اخدت وقت طويل فيه؟ لا يعني مش حكايه وقت عشان خاطر افتحه يعني، الموضوع كله طبعا كل حاجه بتحتاج اجراءات يعني خد وقت طبعا، ما مش كان كده، ده كان على المحاره. لكن المشروع خاص بيكي انت كهدير يعني؟ مفيش حد شريك معاكي؟ مفيش حد؟ ما بشاركش حد. مين اللي بيشجعك على كده ومين اللي يعني؟ لا والله يعني كله بقى يعني، انا بابا معايا وجوزي معايا ودعم من كل حد يعني كله، اخواتي وكله يعني. مبسوط ان انت بتعملي حاجه. واخواتي واقفين معايا في المحل برضو يعني، انا مش موجوده هم موجودين يعني، ما يعني الحمد لله كله بيدعم. انت قلتي لي كمان ان انت بتعملي حاجات مطبوخه وبتوزعيها برضك مطبوخه اونلاين. لو حد احتاج بعمل بس ده بيطلعه من البيت مش من المحل. من البيت. بتعملي ايه بقى يعني، حد يحتاج ايه مثلا؟ ده شغل المصمت بقى، اللي هو طواجن، كوارع، كرشه، تقطيع، سجق كده يعني. ولو في مثلا ليالي معينه او في مثلا حد عنده اي عزومه او كده برضك بتعملي حاجه؟ العقيقة بعمل والله. انت اللي بتعملي؟ وفي الاعياد انت بتروحي تذبحي عند الناس وكده؟ لا بدي مكاني هنا بذبح بس للناس يعني، ولا بتذبحي لمحلك انت فقط؟ لشغلي انا. لكن انا مثلا عندي يعني عجل عايز اذبحه. ما اصل كل واحد في العيد ده بيكون يا دوبك يخلص شغله يعني، يا دوبك يعني الحق على شغلي. فمش هيبقى فاضي في وقت يعني، لو في ما عندي وقت انا ابعت بعض الجزارين، ما انا معايا شغالين كتير. طب انت تقولي ايه بلاش نقول للسيدات، نقول للشباب اللي بيقولوا ان مفيش شغل والدنيا ومش عارف. مفيش حاجه اسمها مفيش شغل. انت لو فكرت في اي حاجه هتعملها، مفيش حاجه اسمها مفيش شغل. البلد كلها مليانه شغل، في حاجه اسمها مخ. نعم. ده هو اللي بيشتغل، ده اللي يخليك تعمل وتنتج. لكن انا هقعد على الكرسي ومستني شغل، مفيش شغل بيجي لك وانت قاعد مكانك. انت كنت تتخيلي في يوم وانت لسه بنوته كده، وكنت تتخيلي في يوم ان انت تكوني جزاره بالمعنى الجميل ده؟ لا لا يمكن، لا يمكن. انا كان بابا ما يجي يذبح الذبيحه ما كنتش باكل منها، لان انا شفتها مذبوحه قدامي. ما تاكليش منها؟ مش ممكن. دلوقتي بتذبحي وتاكلي؟ طبعا، ده بقى احلى حته. طيب انا عايزك بس تقولي لي اول مره مسكتي السكينه وذبحتي ايه؟ ذبحت عجل. عجل مره واحده يعني، مش مثلا بطه، جدي؟ لا والله عجل. عجل مره واحده؟ وصعب عليكي ولا كنت مبسوطه وسعيده؟ لا والله صعب عليا جدا. ليه بقى صعب عليكي ليه؟ عشرة. انت اللي كنت مربياه؟ عشرة. يعني ذبحت وعيطت والله بعده. عشرة. اكلت منه؟ لا. لكن بعد كده خلاص اتعودت يعني. تذبحي وعلى فكره يعني في ذبايح كتير قوي تصعب عليك. وفي ذبايح والله انا يعني بفرح جدا وانا بذبحها من غلسته. يعني على حسب اللي انا هذبحه يعني، ممكن في عجل بيكون شقي، في عجل بيكون شقي لو اتغصب عنك يعني. بص انت يعني بتلاقي نفسك ايه مستني اليوم اللي هتيجي الدور فيه تذبحه بقى ده. وانت بتربيه بقى شقي، تحط له ميه شقي؟ شقي وشقي وبيخبط يضرب يعني شقي. طب هيجي لك يوم يعني. هيجي لك، هتقع تحت ايدي. ولما يقع تحت ايدك لا بقى خلاص بقى كده انا فتحت. مش هتزعلي عليه. لا لكن الوديع اللي انت بتربي فيه كويس. والله لا في كذا حاجه، كذا حاجه يعني، كذا ذبيحه يعني. يعني هم يعني في عارف كده، اول ما بنزل المعلف عارفني كده، يجي عليا يعني عارف ساعه التصوير، ساعه ما انا اجي اصور يروح جاي قاعد جنبي كده. تمام. يعني انت برضك الالفه بتجيب معاك. لا اله الا الله. يعني طيب انا دلوقتي قلت لي انت ان الشباب لازم يخرج ويعمل ويشوف الدنيا ماشيه ازاي، وهو ربنا هيوفقه وهيوصل اللي هو عايزه. تمام. وانت بنفسك يعني خير مثال
على اللي انت بتقوليه ده. تمام الحمد لله. ابدا في لحظه ان انت تبقي جزاره وبقيتي جزاره ومتمكنه كمان.